ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي يقول من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تواضع لغني لغناه، طب ما يمكن هو غني وإنسان خير وإنسان عالم وإنسان كذا وإنسان كذا، فأنت تواضعت له لمعنى غير الغنى. شو الدقة بقى؟ من تواضع لغني لإيه؟ لأنا قصد الغنى. إنما كان غنيا وكان عالما، كان غنيا وكان طبيبا، كان غنيا وكان كذا، فيه خصال أخرى تقتضي منك، هي تقتضي منك التواضع. يبقى أنت ما تواضعتش لمين؟ ولذلك الملحظ والمقياس في هذه المسألة لمين؟ للنية. للإيه؟ يبقى اللي عايز بقى مركز يدي لنفسه مقام فوق ما يستحق هو ده اللي إيه؟ هو ده المتكبر. المتكبر ده لما تيجي تشوفوه بقى على حقيقته تجد أول حاجة سترت عنه مش منزلة نفسه، لأنه يعلم جيدا منزلة نفسه. ما تفتكرش إن محدش عارف منزلته، عارف كويس منزلة نفسه، إنما مستورة عنه منزلة ربه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لا يتكبر ويعطي نفسه فوق ما تستحق إلا إذا كان وجد الناس اللي هم حواليه دونه. فلو أنه لاحظ كبرياء الحق لكان كل ما يجي يتكبر يلاقي نفسه صغير بالنسبة له، فلا يتكبر أبدا. يبقى ساعة ما تشوف واحد متكبر يقول له بس أنت محجوب عن الحق على طول كده، احكم عنه بأنه محجوب عن الحق، لأنه لو كان يشهد كبرياء الحق وعظمة الحق لهانت نفسه عليه، ولما استطاع أبدا أن يتكبر على أحد، لأنه ساعة يجد نفسه حتى ولو في مقام يستحقه هو أعلى، إنما فيه أعلى منه. فيه إيه؟ ساعة ما يشوفش اللي أعلى منه ده يعمل إيه؟ ولذلك تجد إن المجتمعات بتشقى كثيرا من إيه؟ تسمع منهم كتير نكران الجميل مثلا، نكران الإيه؟ انك عملت جميل في واحد وقول له يا اخي ما هو امر طبيعي، ما دام انت كنت عامله عشان يبقى لك جميل عنده يبقى لازم ربنا يعاقبك بان الجميل ده ينكر منه ويديك على دماغك. لو كنت انت عامله لربنا حاجه ثانيه، مش انت عامله ليه ده؟ ده بالعكس، ده فيه ناس اذا ما كبروا كانوا لم يكونوا شيئا مذكورا، كانوا مثلا تافهين وبعدين ربنا اراد ان يوضعهم في وضع، يوم كل من له فضل عليهم فيما مضى يكرهون رؤيته. ليه؟ لأن هو ده اللي رآهم وهم صغيرين، ده اللي رآه وهو لسه غلبان شحات ولا غلبان ملوش قيمة ولا غلبان مهمل ولا غلبان ملوش دبيت شأن، يوم ساعة ما واحد يشوفه في الوضع دي هو ده اللي يدوك كبرياءه، يوم يحب انه يشوفوش أبدا. لا اله الا الله. وساعة ما يكون قاعد نافش في وسط جماعة كده وبعدين يجي واحد من اللي كان شايفه زمان مش عارف ايه يروح يسابه ايه يقول انكب دمه. ينكب دمه يقوم يحب يزيحه من حياته، يحب ايه؟ ادي معنى قولهم افهموا جيدا اتقي شر من احسنت اليه، لان مدام احسنت اليه يبقى عبدك، وهو بقى طلع فيه وبقى كبير مثلا يوم ساعة ما يشوفك يا عيني استخزاء طبيعي فطري، استخزاء ايه؟ يوم يتضائل، يوم مش عايز خليه، هو كان عايز يفضل نافش في الجلسة وبعدين يدخل عليه لا، يوم يفتكر انه كان بقى يبقى اذا المتكبر ساعة ما تشوف واحد متكبر في الكون قول له انت محجوب عن رؤية الله، لانك لو رأيت الله في كبريائه وفي عظمته لتضاءلت أنت أمامه، لتضاءلت أنت أمامه. ولذلك ليه من تواضع لله؟ شوف إزاي بعدك من تواضع لغني لغناه، ولكن دي تواضع مين؟ لله. تواضع لله رفعه. ليه؟ قال له ما دمت اعتززت لي بصفة الكبرياء فلا بد أن أعطيك فيضا من الكبرياء.